أغنى 7 أطفال في العالم، دانيلين بيركهيد، مواليد 2006، عندها 13 سنة، اتولدت في ناساو عاصمة جزر البهاما. أمها آنا نيكول سميث وأبوها لاري بيركهيد. دانيلين حكايتها معقدة شويتين تلاتة، بتبدأ من أمها اللي ماتت بعد سنة من ولادتها بعد ما خدت جرعات زايدة من الأدوية. دانيلين ورثت ساعتها ثروة أمها كلها اللي بتوصل 59 مليون دولار وهي عمرها سنة واحدة بس. أمها أصلاً كانت بتشتغل عارضة أزياء في مجلة بلاي بوي، بورن ستار من الآخر يعني، ده غير مهن تانية كتير اشتغلتها زي إنها ممثلة ورقاصة ومنتجة أفلام وبتاعت مزيكا. كمان أمها عاشت صراع في معرفة مين أبو بنتها دانيلين ما بين محاميها هوارد ستيرن وعاشقها المصور لالي بيركهيد، واتعمل قضية في المحكمة أثبتت بالدي إن إيه إن لالي بيركهيد هو أبو دانيلين، واعترف ساعتها إن أبوها، وده حصل بعد سنة من ولادة البنت. ساعتها القضية دي كان متسلط عليها الضوء جامد جدا من الميديا عشان شهرة أبوها وأمها. في 2013 دانيلين كانت الوجه الإعلاني لشركة جس في ملابس البنات في الربيع.